سعادة السفير، قضية كورونا بالعراق يعني ما هي عدد الإصابات التي شكلت هنا وعدد الوفيات، وشلون تعاملتم مع المرضى العراقيين في عمان؟ عدد الإصابات لغاية اليوم كانت 15 إصابة من بداية الأزمة. من بداية الأزمة لغاية اليوم 15 إصابة. تعاملنا معها طبعا جميع الإصابات تم نقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة. كلفت الملحق الصحي دكتور خميس السعد يتواصل معهم، في أكو تواصل يومي من قبله، وأيضا من قبلي أنا تواصلت مع بعض الأخوة والأخوات العراقيين المصابين بشكل يومي أطمن عليهم. والحمد لله لغاية اليوم في 12 شخص تعافى، فباقي بس 3 أشخاص ما زالوا بالمستشفى، وإحنا على تواصل مع الأخوان بالمستشفى. وأحب أقدم شكري للقائمين على المستشفى وإلى معالي وزير الصحة دكتور سعد جابر على دعمهم وعلى اهتمامهم بالمصابين العراقيين اللي عاملوهم للأمانة عاملوهم كمعاملة المصابين الأردنيين. زين الوفيات ايش قد سعد؟ الحمد لله ما عندنا أي وفيات، وحتى الثلاثة اللي بقوا المصابين هم بحالة صحية جيدة جدا، نتوقع أنه تعافيهم خلال الأيام القادمة.